وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي فادج الشوكولاتة البيضة. ومقادير الفادج هتكون 350 جرام سكر، 125 مللتر جلوكوز، 200 مللتر كريمة، 250 جرام شوكولاتة بيضة، و60 جرام زبدة. هنبتدي بإن احنا هنحط الكريمة، السكر، والجلوكوز، على النار وهنطبخهم على النار لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة 120. في الأول اللون هيبقى فاتح شوية، لكن لما هيقربوا من 120 اللون هيبقى ذهبي بس فاتح خالص، لكن هيبقى صعب ان احنا نعرف انها وصلت لدرجة حرارة 120 من غير ميزان حرارة، فيفضل يبقى عندنا ميزان حرارة عشان نعمل الوصفة دي، ويفضل ان احنا برضو بين كل حين والتاني ان احنا نقلب لان في كريمة، فبرضو الكريمة ممكن تلزق في قعر الحل زيها زي اللبن لحد ما هتبتدي تغلي مع السكر والجلوكوز. بعد كده هنلاقي ان هي مش هتلزق قوي في الاول، بس ممكن تلزق. اوكي، زي ما احنا شايفين هتبتدي تغلي، واول ما تبتدي تغلي هنستنى شوية وبعدين هنبتدي نحط الميزان ونستنى لحد ما توصل لدرجة حرارة 120. دلوقتي الحرارة 118، خلاص فضل لنا درجتين. وزي ما احنا شايفين اللون اتغير بقى زي الذهبي فاتح. مية وتسعتاشر، اوكي، مية وعشرين. نقلب علشان نتأكد ان الحرارة متوزعة كويس، وكمان عشان نهدي الحرارة شوية. دلوقتي خلاص احنا وصلنا للحرارة اللي احنا عايزينها، مش عايزين نطلع اكتر من كده. دلوقتي هنحط الشوكولاتة ونسيحها، وطبعا الشوكولاتة هتبرد السكر وهي بتسيح فيه، ونفضل نقلب لحد الشوكولاتة ما تسيح خالص
لكن زي ما احنا شايفين الشوكولاتة مش هتدي لمعة، وهنحتاج نزود آخر حاجة عندنا في مكونات الوصفة دي اللي هي الزبدة، وهنبص نلاقي الفادج بتاعنا بقى بيلمع والملمس بتاعه بقى ناعم تاني أول ما نزود له الزبدة. بس محتاجين نتأكد أن الشوكولاتة كلها دابت الأول. أوكي، دلوقتي نحط الزبدة وهنبص نلاقي الملمس اختلف تماما. وكمان ابتدى يلمع. ونفضل نقلب لحد الفادج ما يشرب الزبدة. وهنجيب الصينية اللي هنحط فيها الفادج. ونكون مغطينها بورق بلاستيك أو كلينج فيلم. ونبتدي نفرد الفادج بتاعنا. في الصينية ونحاول ننعم الوش على قد ما نقدر. وبعدين نسيبه يبرد لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعدين نسيبه عدد من الساعات كمان علشان يمسك كويس ولما نقطعه ما يسحش معانا. وبعد كده نقطعه مربعات او بالشكل اللي احنا عايزينه ونقدمه مع بعض. دلوقتي اشيل دي واجيب الجاهز. وده بيبقى شكل الفادج بعد ما بيمسك ويبقى بدرجة حرارة الغرفة ويتقطع. وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم.